صباح الخير مشاهدي شبكة ان تي ان وقناتنا اللايف. يوم جديد ان شاء الله يكون نهار سعيد. رمضان بيعدي بجد، يعني حوالي 18 بس كده خلاص. انا فاكر احنا كنا لسه حالا بنشوف رمضان جاي وهنعمل ايه وكده وبكره وهنتسحر، و 18 يوم عدوا. الحقيقه يعني دايما بنقول ودايما بيجي في وقت دوام رمضان وبنقول هو بيبقى فيه بركه، بيبقى فيه ايام كده حلوه، والعشر الاواخر يا رب ان شاء الله باذن الله تكون بركتها تعم على مصر كلها ونعديها بقى من غير احداث مؤلمه زي اللي عدينا فيها في العشرة التانيه. صباح الفل. صباح الخير يا شيف، صباح الفل على كل الساده المشاهدين. نهاركم سعيد ان شاء الله. انا فاكره النهارده 19 رمضان مش 18. بس يعني هو انا حتى لما قالوا لي وانا بظبط شعري ومكياج قالوا لي ايه 19، فقلت لهم ايه ده احنا لحقنا يعني، ده احنا لسه يا جماعه، ده احنا لسه بنقول يا هادي عدوا بسرعه جدا. طبعا احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الفقرات. شريف هيكون معاه الاستاذه ساره الجزار وهي كاتبه، هتتكلم عن مجموعه قصصيه جديده طبعا، وعلى اثر ما حدث وما ما زال يحدث في سيناء وكل الخطوات اللي تتبعها الدوله المصريه من تامين هذه المنطقه من معارك مستمره وايضا من ملفات داخليه على مستوى الشان الداخلي. كل ده هيكون معانا وهنتكلم عنه بتفاصيل اكتر وما تحمله لنا الايام القادمه من خلال فقره متابعه الوضع السياسي. وهيكون معانا فيها الاستاذ محمد صابرين وهو مدير تحرير الاهرام، فتابعونا. زي ما احنا بنقول انه خلاص احنا داخلين على العشر الاواخر، فضل العشر الاواخر وايه المفروض نعمله من تسابيح وصدقه وتركيز في صلاه التراويح، وكل دي تفاصيل هنعرفها اكتر من خلال الفقره اللي هيكون فيها مع شريف منور وفضيله الشيخ سامي عوض العسالي وهو مدير التفتيش بوزاره الاوقاف. هيكون معاكي فقره موضه، العبايات وحاجات والموضه بقى والستايل في رمضان. مظبوط مظبوط. هيكون معايا، هيكون مين ضيفي؟ يا وفاء بوسي وشيماء. الضيف هيكون مصمم العبايات الاستاذ محمد فرج، وطبعا هيعرض لنا مجموعه من العبايات الرمضانيه الظريفه. طبعا ده كان عرض سريع لكل فقراتنا، بس هنطلع لفاصل سريع ونرجع لكم في فقره الصحافه اللي من خلالها بنتكلم على اهم ما نشر في الصحف المصريه والقوميه. ويستني يكون معايا الكاتب الصحفي عبد الجواد ابو كب رئيس تحرير بوابه روز اليوسف.